السلام عليكم. محاضرتنا اليوم هي عن Network Physical Topologies للصف الثاني قسم أنظمة الحاسوب في المعهد التقني للعمارة. محدثتكم دكتورة نادي علي قاسم من قسم أنظمة الحاسوب. محاضرتنا اليوم هي للصف 12 إلى 19 من ملزمتنا. راح نراجع نسوي ريفيو عن البس توبولوجي الرينج توبولوجي، من بعد راح نشرح الستار والمش توبولوجيز. بالمحاضرات السابقة بالنسبة للبس توبولوجي احنا تكلمنا عن البس توبولوجي، قلنا هو عندنا باكبون واحد، لاين واحد من الكيبل ومرتبطة بحاسبات مباشرة. وتكلمنا عن انتقال البيانات، قلنا انتقال الإشارة، انتقال الإشارة بداخل هذا الكيبل هي راح مثلاً يرفض إنه الحاسبة واحد بدأت إنه تنشر المعلومة. هذه المعلومة راح قلنا تستمر خلال الكيبل ذهاباً وإياباً. قلنا فلي حتى نحد من هذه الحالة إحنا خلينا في نهاية الكيبل خلينا جهاز أو تول اللي هي التيرمينيتر. وقلنا انه من توصل الاشارة الى نهاية اللاين فعمل الترمينيتر انه هو يمنع تردد الاشارة، يمنع تردد الاشارة او استمرار تردد الاشارة داخل الباص. قلنا انه هو الفيرست توبولوجي يوز، هو من اول الانواع اللي استخدمت بعملية ربط الحاسبات. وكل نود أو كل كمبيوتر، قلنا إحنا هي حاسبات الطرفية إحنا نسميها نودز، كل نود هي ترتبط بالكيبل اللي هو الباكبون أو العمود الفقري للشبكة، وتتصل مباشرة directly بهذا الكيبل. سألنا سؤال كذلك وقلنا إنه الإشارة تصبح أضعف كلما تنتقل إلى مسافات بعيدة بهذا التوبولوجي، ف becomes weaker as it travels farther and through the cable. انطينا الجواب عنها، قلنا بسبب إنه من تنتقل الإشارة بداخل هذا الكيبل أو بداخل هذا الباكبون قسم من الإنرجي مالتها راح يتحول إلى هيت، راح يتحول الى حراره. ونفس هذا السبب فاحنا تولد عندنا انه يكون عندنا احنا ليميت، عندنا ليميتيشن، عندنا محدد، راح يكون في عدد النودز اللي ممكن انه نقدر نربطها بالباس توبولوجي، وكذلك المسافات اللي ممكن انه المسافات ما بين هذه النودز. فهاي الليميتيشنز، هذه المحددات هي بسبب تولد الحرارة أو تحول جزء من الإشارة إلى حرارة. عندنا الأدفانتجز والديسأدفانتجز، الفوائد والمعوقات. بالنسبة لوحدة من الأدفانتجز للباس توبولوجي هي الإيز أوف إنستليشن، يعني سهولة الإعداد أو تنصيب هذه الشبكة. فعندي أني باكبون، مجرد ما أجيب كيبلينج وأربط بها باقي الحاسبات. عدد الكيبل أنا اللي دا أستخدمه هو نسبيا عدد قليل، أحتاج كيبل واحد باكبون و كيبلز حتى أربط باقي النود. وفقط الباكبون هو اللي إحنا راح نمده على طول الشبكة. الديسادفانتجز قلنا هي difficult connection،
difficult reconnection، يعني مثلا اذا او fault isolation او عملية حصر او حصر الـ errors، الاخطاء اللي تحصل او الديفكت اللي يحصل هنا. اذا اريد اضيف نود ثانيه او ديفايس ثاني، انا راح اضطر انه انا اوقف الشبكه باكملها، لانه يعني راح اقطع هذا الكيبل الرئيسي وراح اضيف النودز الاخرى له. ف it's difficult to add new devices or even the fault isolation. Adding the new devices, like we said, مثل ما احنا قلنا، عملية اضافة الديفايس جديدة راح تتطلب تعديل او even replacement to the backbone. ممكن احنا نغيره نبدله، يعني المفروض انه احنا مثلا بسبب هذه المسافات يعني ما عندي الكمية الكافية او ما راح ينطيني القابلية انه اني اضيف نود جديدة، so أنا راح أحتاج إنه أنا أغيره. العطل أو الخطأ اللي يصير بالكيبل الرئيسي فهو أكيد راح يوقف عملية الترانسميشن أو عملية الإرسال البيانات بداخل الشبكة، لأن قلنا هو العمود الفقري للشبكة. وتكلمنا أيضا في الباس توبولوجي. بالباس توبولوجي يعني نفرض انه اذا حاسب رقم واحد وحاسب رقم ثلاثة، رادوا انه هما يرسلون البيانات، لنفرض انه المسافة ما بين حاسبة واحد وما بين حاسبة ثلاثة هي مسافات بعيدة، ما تقدر انه مثلا واحد تسمع ثلاثة بشكل جيد. فلنفرض انه واحد ارسلت المعلومات وثلاثة ايضا ارسلت المعلومات بنفس الوقت، ان هنا راح يصير عندنا تصادم، راح يصير عندنا تصادم بالبيانات، راح يصير عندي collision. حتى نحل هذا نحل مسألة ال collisions، فإحنا اتجهنا للنوع الثاني اللي هو ال ring topology. ال ring topology هو حالة خاصة من ال bus topology أيضا أنا عندي، لكن عملية مرور الداتا، عملية مرور البيانات بداخل الشبكة هي تكون باتجاه واحد فقط. فبهاي الطريقة احنا حلينا مسألة الكوليجن او التصادم. كل حاسبة ترتبط كيبل one to one او point to point connection مع الحاسبات اللي موجودة بجانبيها. وقلنا الإشارة تكون في اتجاه واحد، وكل حاسبة بالرينج توبولوجي تشتغل كربيتر. يعني شنو؟ يعني مثلا حاسبة واحد ترسل المعلومات إلى حاسبة مثلا اثنين، فاتجاه البيانات راح يكون بهذا الاتجاه. من توصل هذه حاسبة ثلاثة، من توصل البيانات إلى حاسبة اثنين راح تشوف انه هذه المسج هي ما تخصها، فتعيد ارسالها، يعني تكبرها تعيد ارسالها لمن؟ الى حاسبة ثلاثة. نعم. بالنسبة للأدفانتجز والدسأدفانتجز لهذا النوع الرينج توبولوجي، الادفانتجز ايضا سهولة التنصيب، سهولة تنصيبه، سهولة الاعداد، عملية اضافة، اضافة حاسبة جديدة تتطلب فقط انه احنا نغير two connections، بنفرض انه احنا فقط راح نغير الارتباط في هذا المكان. عملية عزل الاخطاء اصبحت اسهل،
الديزادفانتجز انه كل الداتا اللي ترسل فهي تنتقل لكل الحاسبات. يعني مثلا لنفرض انه حاسبه واحد تريد ترسل الى حاسبه رقم 4، فواحد ترسل المعلومات الى رقم 2 و3 و4، فاذا البيانات هي تمر على كل الحاسبات، كل الحاسبات هم دي يشوفون هذه المسج ودي يطلعون عليها، فهي تعتبر من الديس ادفانتجز. أبطأ من الستار توبولوجي، وكذلك إذا حاسبة واحدة عطلت، إذا حاسبة واحدة عطلت في الشبكة كلها راح تتوقف. الستار توبولوجي، الستار توبولوجي احنا عندنا حاسبة أو سيرفر رئيسي ومرتبطة بباقي الحاسبات. لو كانت حاسبة واحد تريد تتصل بحاسبة 5، لنفرض انه حاسبة واحد تريد تتصل بالحاسبة 2، الحاسبة واحد ترسل البيانات الى السيرفر، والسيرفر هو اللي راح يتخاطب مع الحاسبة 5 ويرسل لها البيانات. يعني الحاسبة واحد ما تتخاطب مباشرة مع الحاسبة الثانية، يعني السورس والديستنيشن يربطهم السنترال يونت أو المركزي، الوحدة المركزية. Each device has a dedicated line or a point-to-point link to a central controller. فهذا هو central controller، هذا هو الوحدة المركزية، وكل حاسبة هي dedicated. يعني هذا الكابل هو خاص بهذه الحاسبة، يربط هذه الحاسبة مع ال central unit. The devices is not directly linked to one another. يعني مثل ما قلنا احنا واحد هي ما مرتبطة مباشرة بالخمسة، وإنما حتى تتصل بالخمسة فهي لازم تمر عن طريق السيرفر. لذلك it doesn't allow direct traffic between the devices. يعني ما يسمح إنه يكون هناك اتصال مباشر ما بين الحاسبات. بالنسبة للأدفانتجز والديس أدفانتجز، it's less expensive than the mesh topology. يعني هو أرخص من المesh topology. الديفايسز، الأجهزة اللي موجودة أو الجهاز اللي موجود يحتاج فقط لينك واحد، فبالتالي راح يكون عندنا الكيبلينج مالته هو أقل من المش، وسهل الإعداد والتنصيب والمراجعة. عملية إضافة أو حذف أو تحريك نود أو حاسبة عملية سهلة جدا، وتحتاج فقط one connection، يعني اتصال واحد فقط. إذا أنا أريد مثلا ألغي، إذا أريد ألغي هذه الحاسبة، إذا أريد أني ألغيها بمجرد يعني أشيلها وأقطع هذا الكيبل وخلاص، يعني ما راح توقف الشبكة. الروبستنس إنه هو يعني نقدر نعتمد عليه بسبب وجود الحاسبة الطرفية أو السنترال عفواً اليونت. ممكن انه العطل في حاسبة واحدة هو ما راح يأثر على الشبكة كلها، العطل بالكيبل ما راح يوقف الشبكة كلها، وراح يوقف فقط هذه الحاسبة. ولكن هذا ايضا يعتبر من الديس ادفانتجز، يعني اعتمادية الحاسبات كلها هي تعتمد على السنترال بوينت او النقطة المركزية، فبالتالي اذا عطلت هذه النقطة راح توقف الشبكة كلها، راح تتأثر. وهذا اللي احنا مثلا نشوفه بالبيت، اذا الراوتر عطل توقفت عندنا الشبكة الداخلية بالبيت.
يحتاج كيبلينج أكثر من الباص والستار توبولوجي. إحنا شفنا بالباص والستار توبولوجي مثلا بالباص عندنا إحنا one backbone، بالباص عندنا كيبل واحد ومرتبطة ويا الحاسبات البقية بكيبلز أصغر. بالرينج عندنا إحنا لكل حاسبة عندها two connections ويا حاسبتين طرفية. بالنسبة للمش، المش توبولوجي، كل حاسبة هي مرتبطة بارتباط مباشر مع كل الحاسبات اللي موجودة أو النودز. يعني مثلا حاسبة رقم واحد عندها اتصال مع حاسبة رقم اثنين، واتصال مباشر مع حاسبة رقم ثلاثة، اتصال مباشر مع أربعة، واتصال مع خمسة وستة وسبعة. فإذا لكل نود نفس الحالة بالنسبة لاثنين، اثنين عدها مع سبعة والثلاثة الستة الأربعة والخمسة كذلك. يعني كل حاسبة هي عدها اتصال مباشر مع الحاسبات الأخرى. Each device or every device has a dedicated point-to-point link to every other device. لكل جهاز آخر موجود بالشبكة. And each physical link allows the communication in both directions. يعني هذا الكيبل هو يسمح إنه الاثنين تخاطب السبعة ترسلها معلومات، وإنه السبعة ترسل المعلومات إلى اثنين. بالنسبة للأدفانتجز والديسأدفانتجز، المميزاتها وعيوبها، عيوب المش توبولوجي أو الأدفانتجز مالته هي روبوست، إنه يفرض إنه بسبب وجود هذه الكونكشنز أو هذه الاتصالات ويا كل الحاسبات، فلو انقطع أي كيبل هي عندها أكثر من طريق ممكن إنه تتخاطب مع باقي الحاسبات. Privacy والSecurity، لأنه هي إذا تتصل مباشرة بالحاسبة اللي تحتاجها، يعني مثلاً واحد إذا أرادت إنه ترسل الستة راح ترسلها مباشرة، فيعني واحد هي تعرف ويا منو إذا تتخاطب. فهنا تكون مسألة البرايفسي والسيكوريتي. الايدنتيفيكيشن فولت ايزوليشن، عملية اكتشاف الأخطاء، تكون سهلة جدا. الديس ادفانتجز هو كلش اكسبنسيف، يكون الهاردوير مالته از اكستريملي اكسبنسيف، كلش غالي. عندنا عدد كبير من الوايرينج، لنفرض انه مثلا اذا انا عندي 10 حاسبات، فأنا راح أضطر إنه لكل واحدة هي عندها 10، فهذا راح ينطيني كمية كبيرة من الكيبلينج، وممكن إنه المكان ما يسعني إنه أنا أمد هذه الكيبلز أو الترانكس اللي أنا أستخدمها تكون مثلاً صغيرة، ماكو مكان يسعها. عملية التنصيب والإعادة التنصيب هي عملية صعبة. ليش؟ لأنه أنا إذا أريد أضيف حاسبة أخرى، فأنا لازم أربطها مع كل الحاسبات اللي موجودة. فهذه هي الطرق اللي الفيزيكال توبولوجي، يعني شنو يعني كيفية ربط، فعليا كيفية ربط الحاسبات بالشبكة. قلنا الأول واحد اللي هو الباص توبولوجي سهل، بسيط. عندي one backbone يعني عمود فقري واحد، كيبل واحد مرتبطة بباقي الحاسبات. بالنسبة للرينج توبولوجي، لكل نود هي مرتبطة بحاسبتين على يعني يمينها ويسارها، واتجاه البيانات يكون باتجاه واحد. بالنسبة للستار فهي الحاسبات كلها تكون مرتبطة بحاسبة مركزية واحدة.
والمش تكون كل حاسبة مرتبطة مع كل الحاسبات اللي موجودة عندنا بالشبكة. أتمنى تكونون إنه استفادتوا من هذه المحاضرة. راح تنزل لكم المحاضرة بشكل الـ PDF والملزمة already أنتم موجودة عندكم. وإن شاء الله راح نسوي الواجب اللي هو إحنا نحتاج إنه نقارن ما بين هذه الطرق. شكرا لكم.